بعد ما نكمل انا باش نعطيك لو كي وقتها تعرضها خطر في القاعده. شكرا لكم. يخدم شكرا لكم، مرحبا. السيد ممثل رئيس الجمهورية، السيد ممثل رئيس الحكومة، السيد ممثل مجلس نواب الشعب، السادة ممثلي، السادة والسيدات ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية، السادة الصحفيين والإعلاميين، مرحبا بكم وتحية طيبة. نلتقي اليوم في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وذلك للإعلان على رزنامة الانتخابات بصفة رسمية، وهذا نصها. إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 56 و75 و126 منه والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفصل 3 خامسا وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصول 5 و15 و25 منهم. وبعد التداول تقرر ما يلي: يجرى الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية التونسية يوم الأحد 6 أكتوبر، ويجرى الاقتراع لنفس الانتخابات بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2019، ويجرى الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم 10 نوفمبر 2019 وبالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 8 و9 و10 نوفمبر 2019. وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويضبط موعدها بقرار يصدر عن الهيئة العليا فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى. السادة الحضور، أختم كلامي بالقول: لقد انطلق المسار الانتخابي للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019
متمنيا التوفيق للجميع. وشكرا، ونتواصلوا مع بعضنا إذا كان عندكم تساؤلات أو تدخلات. وشكرا. الترشحات بالنسبة للانتخابات الرئاسية تبدأ نهار 27 أوت
2019 بتغلق ديورنا ما بين الترشحات نهار 3 سبتمبر 2019. هي نقدملكم على أحسن تقدير. القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، وتكون القائمة النهائية يوم 10 أكتوبر 2019. نرجع للتبقى. بالنسبة للحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، تبدأ نهار 19 أكتوبر وتنتهي في 8 نوفمبر. 9 نوفمبر باش يكون يوم الصمت الانتخابي، و10 نوفمبر باش تكون يوم الاقتراع بالنسبة للداخل، 8 و9 و10 بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. تنتظروا منا أن نعلن لكم عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2019، والدورة الثانية بالنسبة للانتخابات الرئاسية في كل الحالات لن تتجاوز 29 ديسمبر 2019. وبالنسبة للانتخابات التشريعية، النتائج الأولية بشكون نهار 10 أكتوبر على أقصى التقدير، والنتائج النهائية بشتكون نهار 13 نوفمبر على أقصى التقدير. ليه من غير ما نرفعها؟ نورمال موه. ب الهيئه مستعده للتفاعل معكم اذا كان فما تساؤلات، اذا كان فما استفسارات. احنا لهنا ماذا بينا نجاوبوكم على كل تساؤلاتكم. فمرحبا كل من عنده تساؤل او استفسار، مرحبا بكم. يبدو لي وأن الرزنامة واضحة وتم تقبلها بوضوح كامل، فمش استفسارات. تفضلوا الأحزاب، تفضلوا بيان سور، احنا مستمعينكم. شو تفعلوا سيد الرئيس؟ وي اه سي طيب قبل الأحزاب. يلا شكرا سيد الرئيس على هذا العرض. استعرضت الجانب اللوجستي بالنسبة لفتح التسجيل في تونس، وذكرت في البلديات، في المراكز التجارية وغيرها، لكن أيضا فما جانب مهم بالنسبة للتونسيين بالخارج، كيفاش أيضا حضرته لهمش اللوجيستيك خاص بهم، فين وقتاش وكيفاش. شكرا. فدا العوني، منظمة أنا يقظ. عندي زوز تساؤلات. أول حاجة، وقتاش باش يبدا الاعتماد ملاحدي المجتمع المدني، خاصة فما منظمات اللي تلاحظ العملية الانتخابية ابتداء من عملية التسجيل؟ وثاني حاجة، وقتاش باش
يبدأوا يخرجوا لمانيوال اللي يفسروا للكسوة المجتمع المدني وإلا المترشحين مختلف الإجراءات الخاصة بمختلف المراحل الانتخابية. شكرا. مرحبا بكم الكل. المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوراوية معكم. عندي زوز نقاط وكل واحد كما يقولوا إضافة على من يهمهم الرجوع إليه بالنظر. نحكي على زملائنا ذوي الإعاقة اللي خارج حدود الوطن واللي رزنامة كيف من هذه أولا كيفاش باش نجموا يوصلوا لها، شنو هي طريقة النفاذ اللي حضرتها لزي، ثم إذا كان احنا عندنا الصمت الانتخابي بالنسبة للتشريعية يوم 4 أكتوبر وبالنسبة للرئاسية يوم 9 نوفمبر، وفي نفس الوقت نلقاو اللي مثلا زملائنا خارج حدود الوطن مثلا يوم 4 هو يوم اقتراع بالنسبة لهم 4 و 5 و 6 وعندهم زادة 8 و 9 و 10، حكيتوا على السيت ويب كيفاش معناها باش نجموا يتعاملوا معاه، وديما وإحنا نأكدوا ونقولوا لازم يكون ثم تأقلم وثم يعني طريقة باش الناس الكل يوصلوا للمعلومة هذه. زملائنا في التشريعية في 2014 وانتم تذكروا مليح أن وقعت لهم إشكاليات على مستوى حافظة البراي وغيرها، فرجائي وإحنا مازلنا في البداية نخمموا مع بعضنا كيفاش المعلومة تكون ثابتة وشنو انتم حضرتوا لهم خارج حدود الوطن، ثم في كندا وثم في فرنسا، ويحبوا يكونوا فاعلين ومشاركين في التشريعية والرئاسية. مع شكري لكم جميعا. إلياس جرايا من التلفزة الوطنية. مش نسأل على مستوى الإعلام، هل بالنسبة للانتخابات السنة سنة 2019 هل هنالك تغييرات مقارنة بالانتخابات الفارطة، وخاصة هل هنالك تعبير مباشر أم لا؟ خاصة في الانتخابات البلدية تم إلغاء التعبير المباشر، نتسألوا هل ثمة تعبير مباشر في الانتخابات الرئاسية وأيضا في الانتخابات التشريعية. وبالنسبة لكراس الشروط الخاص بين الإيزي والهيكو، احنا كإعلاميين كيفاش باش نتعاطاو مع الحملات هذه، هل هنالك جديد أم سنواصل بنفس الطريقة متاع الانتخابات الفارطة؟ سمية الأحزابي عايشكم، سي جنيدي عايشكم، بعد مدام واتفا ومدام أي. شكرا. هي على شنو الآيات الجديدة اللي هم يأخذوهم فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية ومراقبة، النقطة الأولى. النقطة الثانية باش دمدومة على الرزنامة متاع الانتخابات قبل ما يتم انتخاب المحكمة الدستورية، لأنه للمحكمة الدستورية دور كبير في الإعلان عن النتائج. شكرا. وتفة بالعيد، حركة مشروع تونس. أنا حبيت وتعودنا مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي تصير لقاءات تشاورية مع الأحزاب، وكل كان بودنا معناه بكل صراحة لأنه المحطة الانتخابية التشريعية والرئاسية هذه عندها أهمية كبيرة، كان بودنا أنه خاصة بعد استكمال هيكلة وبناء الهيئة المستقلة للانتخابات أن يتم لقاء على الأقل ولا زوز لقاءات تشاورية مع الأحزاب السياسية، مش معناه باش تكون الاحزاب السياسيه هي اللي تحدد تاريخ الانتخابات مطلقا لان السلطه التقديريه عندكم انتوما ومضبوطه بالدستور، لكن على الاقل كنتوا تتشاوروا مع الاحزاب السياسيه وتسمعوا منهم المشاغل ان كانت موجوده، واذا كان في باب اقتراحات معناها انا مع بكل اسف معناها نقول حبيت خاصه وقت اللي تكلم سيد رئيس الهيئه وتقول اللي التاريخ هذا نهائي، معناها موجودين هنا كاحزاب سياسيه وكاطراف فاعله على الساحه السياسيه وتفرض علينا هذا منطقك لانه كما قلت السلطه التقديريه عندك، لكن العرف والعاده اقتضى ان تقوم الهيئه باستشاره ولا لقاءات مع الاحزاب السياسيه قبل الاعلان عن الرزنامه هذه بصفه نهائيه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي نحب نتحدث فيها واللي نعتبرها هامه وهامه جدا وهي حمله التحسيس للتشجيع.
صحيح اللي حملة التحسيس للتشجيع تقوم بها المجتمع المدني، تقوم بها الأحزاب السياسية، وهذا دور طبيعي، لكن المسؤولية الأولى في حملة التحسيس على الانتخابات تقوم بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خاصة واللي فما نتصور فما معناها ميزانية مرصودة لهذا الملف اللي هو هام وهام جدا. فأنا دعوة لأنه نعتبر اللي الهيئة معناها ما قامتش بواجبها كما يجب في التحسيس في التسجيل، معناها الفترة شهرين ثلاثة تعدت ناقصه، معناها توا كان نخرجوا للشارع ولا نسألوا لهنا ونقولوا لهم شكون بتسمع باللي هو التسجيل مفتوح، تيقولوا لنا مش موجود. دونك دعوة ملحة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تلعب دورها في حملة تحسيسية منظمة للتسجيل. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة اللي نحب نتحدث فيها، وهنا سؤال مطروح يمكن عندكم فيه الإجابة، وقت اللي تقولوا لي اللي غلق التسجيل يصير بالنسبة للانتخابات التشريعية في 22 مايو، وحددتوا تاريخ آخر لغلق التسجيل بالنسبة للانتخابات الرئاسية. سؤال يطرح نفسه، يظهر لي هو نفس السجل الانتخابي اللي هو باش نصوتوا فيه الناخبين في الرئاسية والتشريعية، هو نفس السجل الانتخابي، دونك علاش تعملوا زوز تواريخ؟ دونك مبدئيا يتم غلق معناها التسجيل الفترة هذيك في نفس الوقت بالنسبة للتشريعية والرئاسية. دونك أنا ما نشوفش حتى مبرر إلا إذا كان أنتم ما عندكم مبرر آخر باش تقولوا لي علاش فما زوز تواريخ. دونك إذا كان ما فماش مبرر لأنه السجل الناخب هو نفسه للتشريعية والرئاسية، دونك ماذا بينا يصير تاريخ موحد باش ما نخلقوش معناها لخبطة في أذهان الناس، ونتوسعوا أكثر ما يمكن، يمكن نخليه أون مانتيان التاريخ اللي حددوه بالنسبة للرئاسية. هذه باش عندي النقطة الأخيرة، سامحوني على الإطالة. كما قلت نأكد على خيبة أمل متاعنا في عدم وجود جلسة للنقاش مع الأحزاب السياسية، لأنه نحن مثلا كحركة كحزب كان عندنا مقترح كنا نجم نتناقشوا فيه، وهو أن تتزامن الانتخابات التشريعية مع الرئاسية بالنسبة للدورة الأولى. هذا مقترح بالنسبة لنا نحن كحركة مشروع تونس، كنا نودوا إذا كان معناها فتحتونا الفرصة باش نتناقشوا في هذه النقطة كطرح سياسي جديد بالنسبة للانتخابات. ومع شكر. شكرا. أنس الحطاب عن حركة نداء تونس. أول حاجة نبارك التركيبة والثقة اللي نحناها للهيئة مستقلة الانتخابات باش نجموا نكملوا المسار نتاع الانتقال نتاعنا الديمقراطي، وخاصة أنه 2019 محطة مهمة جدا لإرساء، وإن شاء الله قبل 2019 نكونوا كما قال سي جنيدي أرسينا المؤسسات الدستورية وعلى رأسهم محكمة الدستورية، على خاطر هي تقعد بعد لانستانس سوبريم دو ريكور في كل الإشكاليات التي قد يتم طرحها في المسار الانتخابي هذايا. كيف أنا كل محطة انتخابية نجي ونمثل حزب حركة نداء تونس، إلا أنه المرة ذي الحقيقة فما اون ديفيرونس دون لو سونس اللي كنا قبل ديما نقعدوا ومن بعد يتم الإعلان على الرزنامة النهائية على اعتبار الآراء التي قد يتقدم بها ممثلي الأحزاب من أجل التعديل أو النصح أو يعني اقتراح بعض المقترحات اللي تنجم تكون هامة للناخبين ككل. في الطرح متاعكم فما نقطة مهمة جدا، وهي كل ما تعرضت له التجربة في الانتخابات اللي مازالت كي صارت، وهي الانتخابات البلدية، وكنا عنا برشا معناتها طعون فيما يتعلق بعمل الهيئات الفرعية، على خاطر انتم تعرفوا انه الهيئة المركزية ما تنجم تنجح الا ما ينجحوا الهيئات الفرعية متاعها، والهيئات الفرعية وقت اللي يولي فما نوع من عدم المصداقية في الأداء هذا يهم عملية ديمقراطية كاملة. احنا اللي يهمنا هو حياد الهيئة حقيقة، واحنا في عديد الجهات تم معناتها الطعن في عمل الهيئات، وفما حتى يعني تماشي مع لون سياسي ما، وهذا هو اللي ما نحبوش كحزب حركة نداء تونس، ونطالبوا بأنه الهيئات الفرعية في تحت إشراف ورئاسة الهيئة هذه يتم النظر، على خاطر العزوف اللي قاعد صاير زي نجم يصير وقت اللي الناخب يعرف اللي هو صوته فيه ريسك، وقت اللي نعرفه اللي مكاتب الاقتراع ومراكز الاقتراع مسيسة، وقتها الناخب
ما عادش يبدأ عنده ثقة في العملية الانتخابية، وهذه رات بدأت تكثر خاصة في بعض الجهات. هناك يعني تضامن مع أحزاب سياسية بعدد مهم ومهم جدا، ورغم ذلك قاعدة التجاوزات، ورغم ذلك شفنا صمت من الهيئة المركزية، وهذه الحقيقة ولت احتقان عند مناضلي بقية الأحزاب. هذيك علاش لهنا يلزم الهيئة تعطينا الضمانات الكافية أن الهرئات الفرعية بشكل تقدم بحيادية تامة. كذلك حبيتكم تعرجوا على مسألة معناتها هامة جدا، وهي مازالت مطروحة في على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب، وهي عدم إقصاء التجمعين في مكاتب الاقتراع. وهذا كان معناتها مقترح طوى ما تم الحسم فيه، والمقترح هذا إذا كانت مر قدام أنظار مجلس نواب الشعب وتمت مصادقة عليه، فهو باش يعطي آليا إعادة فتح الترشحات في داخل معناتها المكاتب الفرعية، وباش تنم عليه إعادة هيكلة المكاتب الفرعية، وهذه نقطة أساسية ما تركتولهش ومذي بينا ناخذوا فكرة عليها. الحاجة الأخيرة اللي نحب نحكي فيها هي اللي ما فهمتش بالقديه بتتخسي سي مون بروبليم ا مو، ما فهمتش بالقديه المسار اللي حكيت عليه نتاع الدوره الاولى الرئاسيه والدوره الثانيه، على خاطر في الدوره الثانيه قلت الاعلان على الدوره الاولى ماذا بيا كان تعاود معناتها تفسر لنا كيفاش العمليه. وبالنسبه للانتخابات ما نعرفش شنو راي الاحزاب السياسيه الاخرى، اما نشوف اني الروزنامه تنجم اذا كان في ظل عدم يعني التركيبة واضحة للهيئات الفرعية يظهر ناخذوا وقتنا، وحتى كان عملنا الريبورت دو سمين ولا حاجة لطن اللي نركزوا مكاتب بالحق عندها من الحياد ما يكفي لخوض العملية الانتخابية يكون أنجع. وأحنا على كل حال في حركة نداء تونس سنتفاعل مع ما تقرره الهيئة احتراما لسيادة قرار الهيئة، وشكرا. منصف الشريكي عضو المكتب التنفيذي للحزب الاشتراكي. الحقيقة هو معناها الجبدات ومدفع هام جدا، وكأنه أنتم اخترتوا الحل في حالين مع بعضهم فرد وقت، صحفيين وأحزاب سياسية متعودين، والأحزاب السياسية يجتمعوا بالهيئة بتبيع بدون تأثير، مش يحدوا القانون، مش يحدوا الرزنامة، لكن مش يسمعوا أراهم. يظهر لي خيرتوا في نفس الوقت أنه بعد تعملوا الإعلام وتعملوا الأحزاب فرد وقت، وهذه الحقيقة تخلق مشكلة. المشكلة شنو؟ أنه الملاحظات نتاع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني أسكو مش تغير من الرزنامة هذه سنبيل؟ مش تغير، بل هي مجرد استفسارات لعل ثم سؤال مش مفهومة أو ملاحظة كما الملاحظة نتاع مدام وطفة على السياسية والتشريعية، تسجيل نوع وبعد تسجيل في فترة ثانية. الحقيقة كان من الأجدر باش نقول أنه الاجتماع بالأحزاب السياسية المدني والمنظمات والجمعيات كان في الندوة الصحفية. اثنين، هذا اللي قلقني وعشناها كل الانتخابات البلدية، برشة تجاوزات سينابير، ويعرف محمد الصيدي صديقنا محمد المصري تجاوز البلدية، فيديوهات على تصاور على فلوس. شنو صار؟ أسكو الهيئة فعلا خذت قرارات ردعية ل 2018 معناها اللي وبالفعل ثم بوادر ربنا عليها للتصدي للمال السياسي المشبوه، للترافيك الانتخابات، للتزوير باش ربما جبدت مدام طور تاع حركة نداء تونس على الهيئات الفرعية، وعشناها الحقيقة، وخاصة مش فرعية، الهيئات الصغيرة المحلية. فما برشة التجاوزات لأنه 9 أعضاء في الحقيقة معناها ديما فما نقص، معناها لازم باش تغطي الهيئات الفرعية وقت تكون هيئات فرعية حقيقة محايدة، وهيئات فرعية تخدم على نفسها بطريقة معناها لا تفرق لا هذا لا الآخر، الناس كل كيف كيف والأحزاب السياسية كل كيف كيف. الحاجة الثالثة اللي نحبها أنا، أنت تحكي توس يا نبيل قلت راهو التسجيل وكأنه آلي، أنا تو ما نعرفش تم تسجيل آلي، هاني في حزب سياسي ومسؤول الإعلام في الحزب الاشتراكي وما نعرفش تم التسجيل آلي. تحكي تقول ذو مش نعملوا تسجيل جرون سيرفاس، راهي الارياف ما فيهاش جرون سيرفاس بالحق، راهي الوسلاتيه في القروان
وزنوش في قفصة ما فماش جرون سيرفاس، ثم ناس تحرك على وسائل نقل بداية. أنا نطالب بحاجة عملتوها في 2014 محمد المنصري نذكر في هذا على الأقل واستجاب لذلك، أنه دون التسجيل في الجرون سيرفاس والبلديات وأنك تعملوا في الأسواق الأسبوعية في المدن سينابيل في والأسواق الأسبوعية في خاصة للمعتمديات وغيره ديستون موجودين، علاش لا ما تكونش موجودة كل مكاتب المتنقلة؟ معناه أنه مكتب تسجيل متنقل بحافلات يمشي الريف ريف كما كنت تحكي أنت، معناه أكثر من جوزة وثلاثة ملايين مش مسجلين. دورنا نحن ودوركم أنتم أنه نقعوا الناس بالتسجيل، أراه باش تعيط له تقول له برا 30 كيلومتر يا حسام 30 كيلومتر باش تسجل، أعطيني سعر كوب باش نسجل، يمشي يركب 15 دينار باش يجي سي محمد المنصري باش يمشي يسجل، ما يساعدوش. أنا نهز له كار تمشي مكتب متعمل، صارت في القروين وصارت في القصرين وفي عائد المدن بطلب من الأحزاب السياسية للهيئات الفرعية، معناها كان وقت بطلب، علاش ما تكونش حاجة أوتوماتيكية؟ نعملوا مكاتب متجولة لتسجيل الناس عن قرب، نمشوا لهم حتى لتشرهم، نمشوا لهم حذا بلايص تاع تجمع في أرياف ونعيطوا للناس، وبطبيعة الحال المسألة الإعلامية تكون موجودة بكثير، معناها من حاجة قوية، معناها الناس بتسمع فيها في أرياف، أرانا جايين باش نسجلوا النهار الفلاني، اقعدوا في بلايصكم باش نسجلوا. شكرا. اش قولكم نتفاعلوا شويه من بعد نعاودوا نحلوا الباب التساؤلات من جديد باش ما ننساوش به. نبداو بسؤال سي طيب الميلي حول التسجيل بالخارج، وين وقتاش؟ تقريبا سي طيب مش باش تكون بعيده برشا على 2014، يعني باش تكون موجوده في القنصليات والسفارات بصوره عاديه، وانطلاقا من 10 افريل باش يتم تفعيلها في الخارج. الحاجه الجديده اللي باش تكون موجوده هي عبر الويب، يعني التونسي اللي في الخارج قادر انه يسجل عبر الويب باش نحلوا له تطبيق التسجيل عن بعد، يبعث لنا دوموند. اليوم ما تنساش انه ولا فما الحديث عن الرابط الفعلي، معناته يثبت مثلا اللي هو مقيم في ايطاليا والا مقيم في مثلا باش يسجل في فرانس 2 مارسيليا، يعطينا انه بشكل ما موجود في احدى القنصليات في احدى الدوائر نتاع فرانس 2، احنا لهنا من تونس نوليو نرجعوا له لو سو اللي هو صحيح تم تسجيله ويعمل كونسلتاسيون نتاعو بشكل عادي. وهذا باش يفتح زاد الباب هذه التطبيقه هذه انه التوانسه اللي موجودين في الخارج يثبتوا رواحهم وين مسجلين. اذا كان فما واحد مثلا لقى روحه انه ممكن مسجل في باغ اكزومبل جو دي نامبورت كوا مسجل في نابولي لكن تبين وانه مسجل في مارسي ولا في دونك، بالتطبيقه هذه ينجم يثبت ويحين. بالتالي التسجيل عن بعد باش يحل جزء كبير من المشاكل في الخارج. مساله الاعتماد بالنسبه للفدوى، لاكريديتاسيون باش تحل ابارتير من لو 1 افريل، 10 ايام قبل لو 10 افريل باش تبدا عمليه التسجيل المكثف. باش تلقاو برواتنا محلوله في بون بالنسبه لكم انتم جمعيات في السنترال باش تصبوا، لكن وقت اللي يجي الوقت بالنسبه للقائمات المترشحه ممثلي القائمات في البريود نتاع سبتمبر اكتوبر يصبوا في الهيئات الفرعيه وياخذوا الاعتماد من غادي. مدام براويه ذوي الاعاقه خارج الوطن، ما نجمش نعطيك لغه خشبيه مدام براويه اللي فما نقوله لك. راهو بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه في الخارج رانا نلقاو معهم صعوبه. علاش؟ انت تعرف والجمعيات اللي موجودين اليوم من اللي يشتغلوا على ملف الاشخاص ذوي الاعاقه يعرفوا ان الهيئة تعمل في خدمة كبيرة معاكم، وعملنا لكم البراي وعملنا غير البراي ونعملوا في الليزيستخاد وغيرها، لكن في الخارج رانا نعملوا في انتخابات خارج الوطن تحت سيادة دول أخرى تحت دراب نتاع دولة أخرى، مش الخدمات الكل نجم نوفروها بالشكل المريح. نحاولوا وأنه مكاتب الاقتراع نتاعنا في الخارج أنهم يكونوا فما فيهم الاكسيسيبيليتي تنسقوا الأمور مع بعثاتنا الدبلوماسية في المسألة هذه. أكثر من هذا راهو الخدمات اللي تلقاوهم في تونس، هذه بلادكم، في الخارج ما نجموش نقدموها بالشكل بنفس الطريقة. ما نجمش نغالطك ونقول لك راهو باش نعملوا حاجة كبيرة في الخارج كما نعملوا فيها في تونس. راهو احنا في فضاء قانوني آخر غير بلادنا. مسألة الصمت الانتخابي في الخارج، راهو الصمت الانتخابي زاد عنده نهار، أنا توا هاوكا هاي باش تجيكم الجدول نتاع الروزنامة. بالنسبة للخارج عندهم الصمت الانتخابي يبدأ لو 3
معناتها لو تخوا ما فماش حملة انتخابية أو من تونس لهنا تقى ومضات تهم الخارج لو تخوا. وبطبيعة هما باش يكملوا نهار الأحد، احنا نهار السبت عندنا لهنا فيه صمت انتخابي. السيت ويب قلت أنه كيفاش الأشخاص ذوي الإعاقة والاعتناء بهم على السيت ويب باش توصلهم معلومة. تعرفوا أنه عملنا تجربة في الانتخابات البلدية وعملنا بعض التسجيلات، عندنا برنامج وأنه نعمل لكم تسجيلات ونعملوا زادة الأدلة متاعنا بطريقة البراي. فدوا سألت على مانويل، مانويل باش يكونوا حاضرين، مانويل تسجيل إن شاء الله يبدأ حاضر قبل لو ديسافريل وباش يتوزع عليكم. ولمانويل تقريبا المرة هذه باش يكونوا حاضرين قبل وقت كبير. لا أخفيك سرا نجم نقول لك 90% الاقتراع والفرز حاضر، مش تسجيل، الاقتراع والفرز ديجا حاضر. دونك ليمانويل باش يكونوا على بكري المرة هذه. سيليس يقول لي التعبير المباشر. إيبان وي فما تعبير مباشر. باش يكون فما بالنسبة للتشريعية والرئاسية، دونك التلفزة الوطنية تحضر روحها، عندنا معها خدمة كبيرة، حضر روحك سيليس. كراش الشروط مع لايكا كيف كيف، باش يكون فما قرار مشترك آخر مع لايكا، وباش نعملوا المقاييس اللي خدمنا بها في الانتخابات الكل، دونك باش يكون معنية بها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. ولكن أيضا تعرفوا أنه عندنا خدمة أخرى احنا نخدموها كهيئة بالنسبة للصحافة الإلكترونية والمكتوبة. سي الجنيدي، الحملات الانتخابية ومراقبتها. ولهنا ممكن نكون أنا زادة باش نجاوب على سؤال آخر تطرح على التجاوزات اللي صارت في الانتخابات البلدية وغيرها. نوعدكم حاجة، هذايا بالنسبة للأحزاب السياسية، ستكون الهيئة في الموعد مع كل تجاوز. قد يكون فرطت الهيئة على نفسها فرصة إسقاط قائمات في الانتخابات البلدية. هذه راهي أنا نتكلم توا سوتوتيل متاع المجلس، مجلس هيئة، راهو بالنسبة لنا احنا القرارات هذه قرارات تقديرية ترجع بالنظر لمجلس الهيئة وتؤخذ بالأغلبية. اللي نعدكم بهم كمجلس وأنه مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ احترام القانون ومبدأ حياد الإدارة سيتم احترامها، وسيكون للهيئة رأي في المسألة هذه. لن نتردد في أخذ قرارات بالإسقاط ولو كانت في انتخابات رئاسية. فبالتالي كونوا متأكدين وأنه الهيئة بشكون في الموعد. وممكن هذا ليجرني زاد لإجابة على السؤال متاع الأحزاب السياسية والتشاور. أنه الهيئة اليوم خرجت وأعلنت الرزنامة متاعها ما هيش ممارسة مفرطة في السيادة أو هو تعسف في استعمال الحق، لا. المسألة متاع الرزنامة كانت مسألة تقنية بامتياز. شنو نقصد بها مسألة تقنية بامتياز؟ لو كنت شاورنا مع الأحزاب السياسية الكل، ديما عنا مشكلة مع الأحزاب السياسية، مهما توسع باب النقاش ديما فما أحزاب سياسية باش تقول لك تم إقصائي وما تمش إشراكي في العملية هذه. اليوم التحديات اللي عنا في الرزنامة في علاقة بعدم ترك فترة فراغ في رئاسة الجمهورية أو في مجلس نواب الشعب. لو كان تركزوا معايا لحظة يا جماعة في المسألة هذه، راهو انتخابات 2019 انزادت لنا لها مدد معينة. 2014 كنا نخدموا باحتساب العطل، ولهنا رجالات القانون باش يفهموني شنو باش نقول. تعرفوا أنه سبت لحد ما يحتسبوش في الأجال، كيتيح آخر موعد هو نهار سبت ما يتحسبش السبت لحد ونمشيو نهار اثنين. احنا في انتخابات 2014 كان عندنا اكسبسيون، كان فما استثناء، وانه الاعياد والاحاد تحتسب في الاجال، فكان عندنا كومبريسيون في الاجال خلينا وانه نخلطوا نعملوا انتخاباتنا قبل 2014 في وقتها كانت تتذكروا فما اكراه دستوري. اتنحات المره هذه الاجال نتاع الاعياد ستحتسب، معناتها هذا يعطي تمطيط في اجل الاعتراضات والطعون. قانون 2017 زاد 5 أيام في نزاعات النتائج. كي نحسبوهم هذوما ونحطوهم مع بعضهم ما تلقاش تاريخ اخر ممكن للانتخابات التشريعيه والرئاسيه الا 6 اكتوبر و10 نوفمبر. اذا كان باش نحلوا نقاش مع الاحزاب السياسيه ونقول لهم اجا نتشاركوا مع بعضنا في تحديد الموعد باش نكونوا غلطناكم. ومغالطة من نوع هذا ما نسمحوش لرواحنا أن نعملوها. زد على ذلك أن الدستور والقانون الانتخابي أعطى الأهلية
تحديد موعد الانتخابات بصفة دورية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. بالنسبة لمدام وطفة قالت 22 ماي و 27 جوان، هاني رجعتها 22 ماي نسكروا باب التسجيل للتشريعية و 27 جوان نسكروا باب التسجيل للرئاسية. علاش هذايا؟ خاطر عندنا قرار نتاع التسجيل المستمر يقول راهو التسجيل يتسكر شهرين قبل فتح باب الترشحات. كي احنا عملنا ديكالاج في الترشحات للرئاسية والتشريعية هذا يعطي زاد ديكالاج في التسجيل. تقول لي انت اللي هاني شيك، تقول جوستومون تقول لي انت توا سي نبيل تقول لي من لو 22 ماي واللي سجل من بعد لو 22 ماي للرئاسية باش تقول له لا للتشريعية، نعرفوا انه فيها حرج. ممكن نعدلوا القرار نتاع التسجيل المستمر باش نعطيو للتوانسه فرصه انهم يسجلوا حتى لو 27 جوان، سورتو كو الهيئه اليوم رافعه شعار وانه قداش باش نسجلوا من 3 ملايين و200. قد يكون فما اتجاه اليوم بركه كنا نشاوروا فيه ديجا الاولاد، قالوا يا اخي مدام وطفه كانت معنا لداخل في الجلسه، خاطر كان من بين المواضيع الحساسه هو فوالا. بالتالي تنفكروا في انه نعدلوش القرار نتاع التسجيل المستمر بشكل انه اون فافوار. هذايا احنا بالنسبه لنا اليوم عندنا هذاك هو القرار اللي فما، خاطر نحترموا القانون. كان فما امكانيه لتعديله تنعلموكم بطبيعه ونعدلوا حتى في المساله نتاع القرار نتاع التسجيل المستمر. قصرتم في الفتره بون قصرنا بون تنجم تقول قصرنا، على خاطر باش نقول لك هو راه تعرفوا الاحداث اللي صارت في الفتره الاخيره حتى في صلبنا احنا في الهيئه، ولو انه سي محمد اليوم معنا ويعطي في الاضافه ومشكور، انا متزوجين بعضنا والامور ماشيه بشكل كبير، لكن اتعطلت شويه الحقيقه في التسجيل المستمر، فرصه ان ندركوها مع بعضنا من غير ما نقعد ونبني اللوم. اليوم مازال عندنا عام كامل للانتخابات، انتم كاحزاب سياسيه عندكم دوركم، التحسيس عندنا احنا، وكونوا متهنين رانا عاملين برنامج تحسيس هايل هاو معنا توا ليكيب كوم تاعنا باش نخدموا لكم على الديجيتال، باش نكونوا موجودين في تويتر وفيسبوك وغيرها، باش نهبطوا للشوارع، باش نمشيو للتلافز وغيرها. الحاجه جديده اليوم، الحاجه جديده هي انه راهو اليوم باش نحطوا الباكو الكل نتاع الهيئه في عمليه التسجيل. اول مره من 2011 باش نهبطوا 3000 عون تسجيل سور تيران، باش يكونوا موجودين في المناطق الريفيه، المناطق الريفيه باش نعملوا لها مواكب، وباش ندخلوا للجبال، وباش ندخلوا كيما دخلنا 2011 وكيما دخلنا 2014، باش نزيدوا حاجه جديده اليوم، انه باش نعملوا السيبلاج. اليوم عندنا احنا مثلا في الوظيفه العموميه قداش مسجل وقداش مش مسجل. في المنشآت العموميه قداش مسجل وقداش مش مسجل. في الفئه نتاع الطلاب ونتاع الاولاد اللي في الباك. باش يكون عندنا تغطيه للكليات الكل. باش نمشيو للليسيات، وباش نعملوا سيبلاج للمؤسسات والمنشآت العموميه. وحتى المناطق الصناعيه. اوني بور انه اليوم الانتخابات تاع 2019 يلزمها تكون نوعيه، باش تكون نوعيه عندنا 3 ملايين باش نجيبوا منهم، مانيش وحدنا. انا ندعو الجميع. اليوم فرصه انه لمينا المجتمع المدني والاحزاب السياسيه والاعلام، خاطركم الكلكم معنيين معنا بالتسجيل. 3 ملايين هات مع بعضنا شنو نجموا نعملوا؟ احنا نعطيو الاتاحه باش تلقاونا ابارتين من 10 افريل موجودين وين ما تكونوا. ادو با باش تلقى عون تسجيل باللايباد والا بالتابليت باش يسجلوك سور بلاس. اخدموا على رواحكم. حاجه اخرى باش نعملوها المره هذه باش نعلموكم قبل. معناتها اذا كان عندنا ديزيكيب موبيل باش تخرج تمشي للريف الفلاني او باش تمشي للمنطقه الفلانيه، تدخلوا الباج فيسبوك نتاع الهيئه الفرعيه او السيت ويب نتاعنا احنا باش تلقاو المعلومات تاع الجمعه على الاقل وين ماشيين. دونك اذا كان انتم احزاب سياسيه ومجتمع مدني باش تتحركوا تعرفوا الجماعه وين موجودين. الهيئات الفرعية وأعضاء مكاتب الاقتراع وعلى لون واحد وحزب سياسي واحد و و و و إيش نقول؟ أنا ننزه هيئاتنا الفرعية وأعضاء مكاتب الاقتراع متاعنا ما هالشيء هذا، لكن رانا عملنا عملية تقييم وباش تلمسوا انتوما التغير الجذري في اختيار المشاركين في العملية الانتخابية. تشوفوا أنه المعايير والمقاييس ستتغير وتتلمسوها بيديكم. هذا مش تشكيك في اعضاء مكاتب اقتراعنا او في اعضاء هيئتنا الفرعيه، لكن ما فيها بيز ما يسالش، باش تكون فما شروط اخرى ومعطيات اخرى تو انتم في الوقت تلاحظوا انه هذا يسمح باعاده التشكيل. عدم اقصاء التجمعين. عدم اقصاء التجمعين من مكاتب الاقتراع. احنا اليوم
تقريبا عندنا 5 سنين بعد صدور الدستور دستور تونس، يبدو لي وأنه في الدستور في باب الحريات العامة هناك مجالات كبيرة تحكي على عدم الإقصاء وعدم التمييز، وهذه مسائل دستورية ماناش احنا اللي حاطينها، المشرع التونسي اللي حطها، والمسألة هذه مسألة تشريعية بامتياز، لكن يبدو لي هناك دستور لابد من الرجوع إليه، وأحنا كهيئة نقول وأنه الهرم القانوني لابد من احترامه، مسألة تشريعية لمجلس نواب الشعب الكلمة الفصل، لكن أحنا كهيئة نقول وأنه الهرم القانوني لابد من احترامه في فضاء قانوني وسياسي جديد في تونس، هناك في باب الحريات العامة ما يسمح باتخاذ موقف واضح. أتشاور مع الأحزاب السياسية انتخابات البلدية، أنا قررت رضاية المال السياسي به نعطي بالنسبة للتسجيل في الأرياف، تفهمنا المكاتب المتنقلة سيكون إذا كان فما واحد من الزملاء تفضلوا مدام حسنة تحب تجاوب على المحكمة الدستورية، تفضل تفضل. ربما نحب نعطي إضافة على السؤال متاع سي جنيدي على المحكمة الدستورية وأهمية. سي جنيدي سأل على إمكانية إنجاز الانتخابات وقت اللي المحكمة الدستورية مازالت ما تمش الاتفاق على التركيبة متاعها وتأسيسها، وأنه هذا ربما يكون عنده أثر على النتائج. الحقيقة هي المحكمة الدستورية هي مهمة، احنا في الهيئه بالطبيعه كما المواطنين التونسيين الكل معناها نهتموا بانه يقع التركيز نتاعها في الاجيال، هو تو ما عدناش في الاجيال دونك ولينا هي اولويه مطلقه، ولكن بالنسبه للانتخابات هي لا تؤثر لانه الطعون حسب القانون هي عند المحكمه الاداريه، عند المحكمه العدليه في الطور الابتدائي بالنسبه للترشحات، واستئنافيا عند المحكمه الاداريه، وفي النتائج كلها عند المحكمه الاداريه، وبالتالي هذا مش ياثر. اما ان شاء الله كلنا نشوفوا انه المحكمه الدستوريه يتم تركيزها في اقرب الاجل. شكرا سيد الرئيس. شويه ايضاحات فقط واضافات متعلقة سي منصف سل على حكاية التجاوزات اللي صارت. نحب نأكد لك حاجة سي منصف، اللي راهي فما حوايج حقيقة تتجاوز الهيئة هاو كيفاش، على خاطر احنا الحاجة الوحيدة اللي عنا هي الجزاء السياسي، هو اللي تملكه الهيئة في اصدار النتائج وفي الديليبراسيون اللي تصير على اعلان النتائج. لكن بالنسبة للمخالفات الجزائية هذه المعضلة الكبيرة هو تنعطيك علاش، لأني من الاختصاص المطلق لمحاكم الحق العام، وهذه المعضلة. تصور أنت جميع المخالفات اللي صارت في 2014 التو موقع البت في حتى مخالف، وأنا جاي ل 2019 5 سنوات ولم يقع البت إلى حتى الآن في حتى مخالف. تصور أنت جرائم انتخابية ينظروا فيها مع جرائم الحق العام، وإحنا ديما نأكدوا على ضرورة إنشاء دائرة مختصة في الجرائم الانتخابية، دائرة مختصة، ولا حتى معناها هم ينظروا فيها مع جرائم السرقة مع جرائم العادية متاع الحق العام، وتشوف أنت معناها النقص في القضاة، تشوف أنت الكم الهائل متاع النزاعات والقضايا الموجودة في المحاكم الحق العام، معناها ارتكب اللي ارتكب مخالفة في 2014 باش يشعر بحماية راهو باش يعودها في 2019، برغم جميع معناها احنا كهيئة لسنا وما عندناش الحق باش نصدروا عقوبات جزائية في خصوص المخالفات هذه، ما عندناش الحق اصلا. اي هذه من اختصاص مطلق لمحاكم الحق العام، معناها ثم مشاكل نتاع اجرائيه، مشاكل نتاع محاكم حق عام في خصوص الامكانيات، في خصوص القضاة، في خصوص التكوين نتاع القضاة، في خصوص افرادهم بتتبع خاص، افرادهم بدائره خاصه، تسريع في توقيع الجزاء. التو موقعش البت في حتى مخالفه انتخابيه من 2014 في الجمهوريه كامله، احنا مشكله كبيره. وصلنا ل 2019 وكل من ارتكب مخالفة معناها باش يشعر بعدم تتبع، باش يشعر بحصانة مطلقة، وهذه ما بين الإشكاليات الكبرى اللي خارجة نهائيا عن نطاق الهيئة، وأكدنا في 100,000 مناسبة
بضرورة التدخل وإفراد دوائر مختصة في الجرائم الانتخابية باش كل من يرتكب مخالفة في مرحلة متاع مسار انتخابي معين ما يحسش بالحماية ويعودها في المرحلة القادمة. هذه من أهم الأشياء. بالنسبة للتساؤل طرح في خصوص الهيئات الفرعية، شوف هذه زادة الأحزاب والقائمة المترشحة بصفة عامة على الأقل تعاون، لأنه إحنا وقت اللي نعطوا شروط معينة ونحدوا أجال معينة للاعتراضات على الأقل، معناها ما تفوتوش الأجال متاع الاعتراضات في خصوص أي مترشح، فراهو ما عندناش حتى إشكال باش نقصوه بطبيعة الحال، مش بمجرد ادعاء هكاك معناها شفاهي، ولا تكون على الأقل ثم شوية وثائق شوية إثباتات باش كل واحد ياخذ حقه، مش تجونا معناها في أجال معينة تفوت فيها أجال الاعتراض، حتى هو إذا يجي وقت من المعين تفوت أجال الاعتراض وأنت كهيئة مركزية باش تنحيه حتى هو يطعن لك وعنده حق باش معناها هذيك هي الإشكاليات، معناها هذه زادة أنتم تشوفوا الأجال متاع الاعتراض في كل شخص تشوفوا فيه عدم النزاهة عدم الاستقلالية، وإحنا راهو ما عندنا حتى إشكال في إقصائه، معناها هذه تكون شكل متاع حتى تعاون مباشر مع الأحزاب وبارك الله فيكم. في نفس الاتجاه اللي هو تجب تقول ثابت انه محكمه المحاسبات معناتها يعني دائره المحاسبات اتصلت بينا وقاعده تتبع في القضايا اللي احنا رفعناها في الانتخابات البلديه، ويبدو انه فما اتجاه في حكايه صرف المنحه العموميه، معناتها اللي عنده حتى شبهه متاع تجاوز قاعدين يتبعوا في الموضوع ويحينوا. هنا نحب نشكر دائره المحاسبات أن قاعدة تطبق في القانون وممكن بالعكس ماشية في حكاية الشفافية المالية، ويعني حتى القائمات الفائزة واللي عندها شكايات اللي هي خارج المسار بطبيعة الانتخابات بطبيعة الحال يمكن حرمانهم من صرف المنحة المخصصة للانتخابات البلدية. شكرا. شكرا سينابيل. محمد صالح العياري، الحزب الجمهوري. باش نحب نبدا ملاحظه من ناحيه الشكل، واحنا ديما كي نحضروا معاكم قبل نحبوا ناكدوا عليكم راهي الدعوات وقت تجينا اخر لحظه تلقى شكون الحزب باش يعين شخص معين وتلقى عنده التزامات، هذه الاولى. اثنين، نجم يقع تشاور صلب الحزب باش نقدموا مقترحات عمليه اللي تنجم بالطبيعه تفيد معناها سير الانتخابات. هذا من ناحيه الشكل. من ناحيه الاصل عندي ملاحظه الاولى، احنا لاحظنا خلال انتخابات 2011 و2014 ان المال الفاسد لعب دورا هاما في توجيه الانتخابات الداخلي والخارجي. هل اعدت العده الهيئه من ناحيه الانتدابات، زاد يكون عندك عوان بعدد كافي للقيام بمجهودات اضافيه للحد من ظاهره المال الفاسد الذي له تاثير سلبي على توجيه وعلى سير الانتخابات؟ النقطة الثانية، قلت لنا فما 3 ملايين توانسة ماذا بين هذوما يلتحقوا بصفوف الأشخاص الذين لهم الحق في الانتخاب. ما 3 ملايين سينابيل، أنا نحب نركز على الشباب، وإحنا ديما نحكيه على عزوف الشباب لا يريد أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع. لهنا يلزم خطة محكمة من قبل الهيئة، خطة محكمة للشباب لجلب هؤلاء واستعمال ممكن كل الطرق وتحسيسه بأهمية الانتخابات. خلي على الأقل هالثلاث ملايين اللي نطمحوا باش نحققوهم نحقق أكبر عدد منهم، وذلك لإنجاح أكثر ما يمكن الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمتين. مع الشكر. عسلامة. أنا أحب نرحب وأعضاء التحية ليهم وإن شاء الله نتمنى بالتوفيق. إحنا ربطة انتخابات تونسيات، نحب نعرج على المقال السيد الرئيس نبيل بافون يقول فيما 3 ملايين هم غير مسجلين في السجل الانتخابي. نحب نذكر هوني اللي يعني في انتخابات 2014 كان تقدم لنا رقم اللي يقول فيما 300 ألف امرأة ما عندهمش بطاقة تعريف وطنية باش ينجموا يشاركوا كسسوا في حياتهم العادية ولا في الانتخابات. احنا كمجتمع مدني ناخذ الكام تاعنا احنا رابطه ناخبات تونسيات، يعني قمنا باستخراج 700 بطاقه تعريف لنساء وشباب، لكن هذا غير كافي لان هذه صحيح مهمه المجتمع المدني لكن غير كافي، لان يعني مهم ان نعتبروها مهمه الدوله اللي هي يلزمها يعني تسهل في استخراج بطاقات تعريف لنساء باش ينجموا شيء. إذن بالنسبة
بالنسبه للرزنامه اللي هي تو تحطت ولو احنا باش نتوكلوا على الله واحنا قادمين على انتخابات يعني هامه. احنا كربت انتخابات تونسيات نحب نفكر بالتوصيه اللي عملناها 2014 واللي ما كانتش يعني ما كانتش عامه، هو ضروره تعميم تصنيف الناخبين والناخبات حسب الجنس يوم الاقتراع، حتى يتسنى لنا احنا كمجتمع مدني باش نضعوا خطه يعني مع بعضنا مع الهيئه للوقوف على العدد الصحيح من النساء الناخبات وكيفيه مشاركتهم في الحياه السياسيه. كذلك نحب نذكر اللي في الانتخابات الفارطه كانت هناك معلقات ما فيهمش صور للمترشحين، اذا ضروره يعني رفض كل معلقه ما تحتويش على صوره المترشح او المترشحه، والمرأة المترشحة اللي ما تحبش تظهر صورتها ما عليها كان الا ان تنسحب من 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 من, من القائمة. بالنسبة لنا احنا كذلك كانت انتخابات تونسيات نخدموا على العنف السياسي، نطالبوا عند مراقبة الانتخابات يعني الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع تفعيل الفصل 3 من قانون 58 وهو العنف السياسي المسلط على النساء حتى ياخذوه بعين الاعتبار. واحنا في هذا الاطار يعني قمنا بدورات تكوينيه لبعض من اعوان ليزي حول العنف السياسي المسلط على النساء في كامل مسار الانتخاب. اخيرا نحب هذه مطلب يعني احنا ماذا بينا يعني تفاديا لشراء الاصوات الناخبين والناخبات، ماذا بينا اذا كان فيه امكانيه يعني الهيئه تسخر وسائل نقل تابعه لها تحت ذمتها باش يعني تنقل النساء وال اللي يسكنوا في الدوار وفي الاماكن البعيده وفي الارياف يعني تكون تحت مسؤوليتها تنقلهم هي للاماكن الاقتلاع، وهذا كتفاديا لشراء الاصوات وتفاديا للاحزاب اللي تستغل الفرصه باش هي تهزهم ويصوتوا لهم لمزيد شفافيه على الانتخابات 2019. وماذا بينا زاد كيف ماذا بينا تعملونا احنا يعني لقاء مع المجتمع المدني باش نزيدوا قدموا بعض التوصيات ونشوفوا مع بعضنا يعني المراحل كل مراحل المسار الانتخابي بتاع 2019. شكرا. عسلامة. فاتن شاكر عن حزب بني وطني. الغماق متاعي هي بالنسبة لفترة التسجيل. احنا كبني وطني نشوفوا اللي هي الفترة قصيرة ياسر. اليوم نحكيوا على عزوف الشباب عن الانتخابات جاية في فترة نتاع امتحانات وإحنا نعرف وش صار معناتها بالنسبة للإدوكاسيون والكل. دونك إسكي ليا مويان باش نعاودوا النظر فيها ياسر فترة قصيرة. رمضان امتحانات كيفاش إحنا نحبوا الشباب يمشي ويسجل. شكرا. بالنسبة أنا كلمة إذا ليلى الشرايبي رئيس جمعية عتيد. إذا أنا نتحب نعرف إلى جانب فما خطة كاملة يلزم تكون موجودة لتسجيل، نحبوا نعرفوا الاستراتيجية اللي باش تبعوها لتسجيل الناخبين، وكذلك نطالب زادة بخطة استراتيجية زادة الاتصال، لأنه لاحظنا اللي في 2018 الحملة التوعوية والتحسيسية كانت متأخرة جدا قبل زوز أسابيع ولا ثلاثة من عملية التصويت، وهذا غير كافي. إذا ماذا بينا تبداو من تو تعملوا في ليزابيل دوفر وتبدا العمليه للتوعويه من توا، مش في اخر لحظه نخليه رواحنا وبالتالي المعلومه ما توصلش للمواطن باش يمشي يسجل ولا يمشي يصوت، وهذا راهو من اهم الادوار المناطه للهيئه العليا المستقله للانتخابات. شكرا. عسلامه. عزيز عظوم من افيق تونس، نشكركم على الاستضافه. انا حبيت نشوف خاطر 5 سنين بعد 26 اكتوبر تجي احكي لك 27 اكتوبر. علاش هالثلاثة جماعات اللي خذيناهم عليها؟ نورمالمون خذينا 3 جماعات كان نجم نزيدو فيهم. ثم عزوف كبير نشوفه وثم برشا ناس مش مقيدين. التقييد شفناهم نحن في الانتخابات البلدية برشا قاعدين يسجلوا بالتابلات كما انت قلت وحكيت. علاش ما تكونش كيما تونسي في تونس كيما تونسي في الخارج نجم يصوت على الأقل التوانسة اللي هما يسجلوا اللي مش مسجلين وباش يسجلوا أول مرة والسونتر دو فوت نتاعو هو بيدو في البطاقه التعريف نتاعو يبدا ثم ريسيبروسيتي قريبه معناها يشوف في تثبت جوست بالبطاقه التعريف وفي الباز تاع البون مينستير دو لانتيريور باش تعرف انه هو الولايه ولا المعتمديه يبدا نجم تسجيل مظاهر. ثم حاجه اخرى بربي للشفافيه خاطر في شفنا في الانتخابات نتاع البلديه ما ثماش لي ريزولتا
نتاع لي بلتان بلون والبلتان الملغات. عندنا كل الاصوات عدد الاصوات الصحيحه كهو باش نعرف قداش صوته ما عندناش اون بو با استيمي ريالمون قداش ثم اصوات ملغات وصحيحه. وحتى الريزلتا معنا نتاع 2014 ثم اون بي دي اف كهو معنا ما نجموش نقارنوا كثم بوسيبيتي المعلومات هذوما تكون موجوده. مرسى عليكم. مرحبا من جديد. رجعنا باش نبدا ونقول التاريخ يعيد نفسه 30 جان في 2018 واليوم نفس الحكايه ونفس التاريخ وتقريبا 3/4 الهيئه العليا المستقله للانتخابات هما بيدهم. اش كان يقلق لو كان الرزنامه بركه تكتبت بالبراي؟ اش كان يقلق لو كان كي ما تكتبتش بالبراي خذيت حظي وخذيت ورقه من الرزنامه هذية؟ الناس الكل هزت الاوراق وحتى زميلي اللي معايا ما خلاش نقعد نستناو الفيسبوك باش نجم ناخذها بستيلو ونزيد نهزها ونطبعها باش انا نقدمها للاساتذه اللي استناو فيها في كليه الحقوق سوسه. في بالي قاعده نخدم في بلادي يا اخي يظهر لي بلادي قاعده تقول لي دنا الغادي. هذه الاولى. الثانيه 3 ملايين ما همش مسجلين. هالثلاثة ملايين هذوما محسوبين فيهم ذوي الاعاقه المش مسجلين؟ تيانا اللي مسجله وهاني في الصاله ومش محسوبه يا ذنوبي. الثالثه قلتوا باش تمشيوا للمعاهد وللجامعات. نذكركم ثم مكفوفين وثم معاهد للمكفوفين وثم اللي عندهم العمر نتاع الانتخاب في البكالوريا زعما حقهم عليكم باش تحسبوهم ولا لا؟ وفي الجامعات بربي ما يسالش قولوا لنا تو احنا نعاونوكم لانه عندنا الطلبه نتاعنا كما كليه الحقوق سوسه فيها اكثر من 10 طلبه من ذوي اعاقه. الاخر نوصلوا لهم المعلومه ومن بعد هما لهم الاختيار يشاركوا ولا ما يشاركوش، يقترعوا ولا ما يقترعوش. اما سي نبيل بفوم انا باش نشارك زميلتي من المجتمع المدني ونقول لك نهار اللي تستدعى المجتمع المدني تو نحكيو اللي ما اقنعنيش كلامك على خارج حدود الوطن وكي نحكيو على تطبيقه ومحليكم كي تحكيو على التكنولوجيات التطبيقه تنجم تقول سهله الولوج والاستعمال للي في الصين وللي في تونس. اما ديما تحبوا نقعدوا احنا ناقصين وانتم كاملين والكمال لله والاحزاب والميديا اشترى خرجت وانا لشكون نغني الله اعلم. نهاركم زين. شكرا لكم. انا مضبوط نتفاعل مباشره مع مدام بوراويه. شوف بالنسبه للرزنامه مدام بوراويه اعطينا 3 ايام وتكون في فورما براي. تعرف الرزنامه هذه راهي حضرت عندها ساعتين. مازال كنا عقد مجلس الهيئه اليوم هذه ساعه باش صدقنا على الرزنامه. معناتها الوقت ما كفناش انا نكتبوها لك في طريقه براي. بالنسبه للتونسيين بالخارج انا ما حبيتش نقول لك ما نعطيكش وعود فارغه، لكن انتم تعرفوا انه الجمعيات اللي تشتغل في الاشخاص ذوي الاعاقه تخدموا قراب برشا منا، وانت تعرفوا انه جمعتين التالي كنت معنا في الهيئه وعملنا اجتماع للغرض. بالتالي اذا كان فما طريقه نجموا نلحقوا بها معناتها روبريك معين في التطبيق نتاع الخارج بشكل انهم الاشخاص ذوي الاعاقه ينجموا يستعملوها، يا سيدي احنا مستعدين يا بوراويه انت والجمعيات اللي تشتغل في الميدان هذا كله انه نلقاو صيغه ان نشاركوا فيها الاشخاص ذوي الاعاقه في الخارج بالنسبه للتطبيقه هذه كان ممكن. بالنسبه للمعاهد نتاع المكفوفين يا سيدي احنا رانا باش نمشيو اكثر من هكا. كنا وعدناكم وانه باش نطبقوا القانون في انتداب الاشخاص ذوي الاعاقه وقت اللي باش ناخذوا الاعوان الظرفيين اللي باش يخدموا مع الهيئه. باش نطبقوا 1% و2% بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه. قد يكون تواجدهم معنا في اطار 3000 عون تسجيل اضافه جديده سنابش هما بيدهم يقترحوا علينا وين نمشيو. كون متاكده وانه كي قلنا المعاهد اقصدنا بهم ايضا المعاهد اللي موجودين فيهم الاشخاص ذوي الاعاقه بما فيهم معهد المكفوفين. 3 ملايين تونسي اللي مازالوا ما سجلوش قداش فيهم من اشخاص ذوي الاعاقه؟ تعرفوا انه مشكله هذه في تونس راهو مساله قاعده البيانات رانا الرقم الصحيح مازلنا ما بين ما تقولوا المنظمه العالميه للصحه وما بين ما تقولوا وزاره الشؤون الاجتماعيه نتاعنا الارقام ما نجمش نعطيك رقم دقيق في الثلاثة ملايين هذوما قداش فيهم اشخاص ذوي اعاقه. بالنسبه نتجاوب شويه مع سي محمد صالح العياري مساله الدعوات.
شوف تعرفوا أنه اللقاء الأول هذا متاع الرزنامة راهو صحيح تعمل على عجل، أنك تخلط تعمل الرزنامة متاعك وتضمن أنها ما تخرجش في الإعلام وتضمن أنها الرزنامة هذه تكون أنتم أول ناس تعلموا بها، راهو هذا يستوجب بعض المعطيات اللي تخلينا نعلموكم في آخر وقت. لكن راهو عندنا برامج تشاور باش نعملوها مع الأحزاب السياسية ومع المجتمع المدني على بقية المسار بما فيها مخطط الاتصال متاعنا، وباش تكون فما عندنا لقاءات تنحاولوا أن نعلموكم بتواريخ مسبقة باش تاخذوا أريحية في معناتها في الحضور وغيرها. مسألة المانيفيست معضلة المعضلات نعانيو فيها من 2011. شوف المرة هذه عملنا خطوة أخرى لقدام، كلنا لقاء مع هيئة مكافحة الفساد توا تقريبا الشهر التالي على أساس أنه نوجدوا صيغة معينة باش نعملوا ديتكسيون تاع المعلومات اللي تنجم تهم التداخل ما بين الجمعيات والحزب في كل ما هو تمويل خاصة خارج تونس، وأحنا قلناها وسنعيدها، ستكون للهيئة مواقف صارمة في الحملة الانتخابية 2019، وإذا تبين لنا وأنه هناك إقحام للمال الفست أو هناك إقحام للمال الأجنبي لن نتردد لحظة في أخذ التدابير اللازمة، ولو بإسقاط قائمة من التشريعية ولو بإسقاط أسماء من الرئيس الجمهورية، ما تقلقوش رواحكم ستكون الهيئة حاضرة. لكن راهو لهنا نحب نقولوا حاجة، راهو حتى القانون راهو بعد ساعات يكون عائق. علاش؟ احنا نراقب المسائل هذية خلال الفترة الانتخابية، الفترة الانتخابية تبدأ شهرين قبل الحملة وتكون المراقبة نتاعنا مكثفة خلال الحملة الانتخابية، فبالتالي كل رصد لمال مشبوه أو لتمويلات أجنبية أو غيره رانا نطبق عليه القانون. لكن حبينا ولا كرهنا رانا في دولة قانون ومؤسسات، إذا كان ما تقيمش الحجة بالدرجة الكافية على وجود مال فاسد أو مال أجنبي تاخذ أنت القرار من هنا المحكمة تطيحوا عندها الحق يطيحوا. فرانا احنا في معادلة صعبة، وتقريبا المعادلة اللي نحكي لكم عليها هذية تعاني منها جل الدول في العالم، راهو المال الفاسد وتأثير الإعلام وتأثير صبر الآراء راهو هذية مشكلة مشاعة ما بين كل الدول الديمقراطية. في تونس قاعدين نحاولوا كما قاعدة تحاول دول أخرى، وستكون لنا تجربة جديدة إن شاء الله في 2019 في رصد التجاوزات اللي باش تكون على وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم نعرف أنه في الانتخابات ولات الأمور تدور في وسائل التواصل الاجتماعي كما تويتر وانستغرام وفيسبوك، وتأثيرهم بعد ساعات 10 مرات أقوى من 3 الزغيرة. إن شاء الله باش نعملوا تطبيقة جديدة وأنه باش يكون عنا رقابة على المسائل هذه. تقعد ديما الملائمة ما بين الواقع والقانون مازالت الأمور صعيبة في المسألة هذه. 300,000 امرأة ماهيش ما عندهاش بطاقة تعريف. احنا في 2014 بدينا عملنا محاولة باش نطلعوا شوية بطاقة تعريف، لكن لقينا وأنه فما مشكلة عندها علاقة بالميزانية. باش تشري لهم تنابر وباش تدفع اعتمادات لاستخراج بطاقة تعريف الوطنية، هذا ما يتمشاش، ماهيش صرف انتخابي. غدوة دايرة المحاسبات تقول لك أنت ماكش مؤهل باش تصرف فلوس على غير الانتخابات. لقينا صعوبة في 2014. اثناء فما بادرة بدات بها وزارة الداخلية تصلوا بنا على أساس إيجا نتعاونوا، وكأنه الدولة باش تاخذ على عاتقها اسنادنا احنا في استخراج بطاقات التعريف. يقول لك انت كهيئه اذا كان عندك معطيات بالشراكه مع وزاره المراه وتنجموا تعاونونا، شكون اللي ما عندوش بطاقات تعريف احنا رانا مستعدين انه نوفروا اعتمادات، واذا كان هذا ممكن اون فافوار. فما بدايه اتصال مع وزاره الداخليه في خصوص كل ما عنده علاقه بالصرف المالي لاستخراج بطاقات التعريف تنشوفوها في وقتها. الاحصائيات حسب الجنس، تنعطيكم الاحصائيات حسب الجنس، لكن نراه حتى قاعدة البيانات متاعنا احنا فيها مشكلة. هم بعد ساعات بطاقة التعريف تحط لك أنثى وقت اللي هي ذكر، ولا تحط لك ذكر وقت اللي هو أنثى. هذه لقيناها خاصة في الترشحات. تعرف في الترشحات احنا نعملوا مسألتك التناصف أفقي وعمودي، يجيك قائمة تقول لك أنا عندي تناصف، وتقاه اسمه امرأة، اسمها امرأة سعاد، ولا في البطاقة التعريف ذكر. احنا كي ناخذوا على قاعدة البيانات تاع بطاقة التعريف صرتنا بعض الاشكاليات في المسائل هذية، صلحنا اللي نجموا نصلحوه، راهو باش نعطيكم الاحصائيات على الاقل 98% هي صحيحه.
لكن راهو حتى قاعدة البيانات نتاعنا يلزمها مراجعات. تو نعملوها في المره هذه. هي فما امبريمي يتحط في مكاتب الاقتراع. تو نحرصوا في التكوين نتاع اعضاء مكاتب الاقتراع انهم المشكله في التكوين. تو ناخذوها بعين الاعتبار وانتم هاكم باش تكونوا معنا، راه تكون عندنا حلقات تشاور مع بعضنا. احرصوا علينا هاتوا نعملوها مع بعضنا احنا الامبريمي هذيا ونحطوها وثيقه مصاحبه لسجل الناخبين باش دفتر الاسماء نتاع الناخبين باش ولادنا في مكاتب الاقتراع يتكونوا عليها ويعمروا. بالنسبه لننقلوا احنا وسائل النقل باش ننقلوا النساء وغيرها، راهو ما نجموش نعدوكم بحاجه هي لوجستيا صعيبه. راهو ايش نقول لكم، راهو عمليه الاقتراع العملية الانتخابية راهي عملية لوجستية تنجم تكون بعد قالوها قبل ونقولها لكم. راهو بلاد كاملة تتحرك وبلاد كاملة تتجند، راهو يكونوا معنا وزارة الدفاع بطمها وطميمها. الميليتير ما يتحركش وحده، يتحرك بتجهيزاته الكل. الداخلية تتحرك بإمكانياتها الكل. وراهو أنا نقول لكم الدولة تسخر لنا كل شيء. ومع هذا راهو مانيش باش نكونوا قادرين أن ننقلوا الناس. العملية صعيبة وصعيبة برشا. فما نجموش ماذا بينا راهو، لكن ما نجموش نقعدوا بحاجات اللي اليوم تقول لي ما نجمش نوعدك انه الهيئه تنجم تنقل العباد. راهو شوف انت الاستحقاقات اللي باش تطرحها عليك، كل معتمديه وكل ولايه باش تقول لك انا طالبه. واذا كان باش تعطي الولايه هذه وما تعطيش الاخرى تولي كانك تعمل في السياسه انت هيئه دخلت. علاش نقلت هذوكم وهذوم لا؟ فالمساله لوجستيا وحتى سياسيا بالنسبه للهيئه تصعب شويه. بني وطني فترة قصيرة للتسجيل. لا بالنسبة لفاتن شاكر تقول شوية الفترة اللي عملناها للتسجيل، أنا نقول لك أطول فترة عملناها للتسجيل من 2011. من 2011 هي هذه، راهو من 10 أفريل باش تمدد حتى 27 جوان أطول فترة. ونعطيك حاجة، 22 ماي بالنسبة للتشريعية. شوفوا باي عندك الحق في اوزولي، عندك الحق في رمضان، لكن احنا كي باش نخرجوا للكليات وللمعاهد من ابارتير من 10 افريل وقتها مازلت ما بداتش قرينا حسابنا، راهو مازلت ما بداتش امتحانات، عندنا قدره ان نستقطبوا لو ماكسيموم. من اللي يدخل رمضان نعرفوا اللي فما باش تكون فتره كروز ابارتير تقريبا من 18 ماي حتى الفان ماي. هذوكم باش يكونوا فيهم العيد، جمعة قبل العيد و10 ايام بعد العيد باش تكون الامور. لكن ما تنساش احنا باش نمدوا حتى لو 27 جوان يمشي للرئاسيه، وقد يكون من الممكن تعديل، مازلت ما موعدتش، قد يكون من الممكن عندنا مجلس كيقرر المجلس اذا كان عدلنا القرار نتاع التسجيل المستمر فتولي حتى لو 27 جوان هي امكانيه للتسجيل للتشريعيه والرئاسيه. قلت موعدتش فما إمكانية عندنا لهنا مجلس هو اللي يقرر. كان إذا كان مجلس الهيئة رأى أنه النجم ونمشيه فالنجم ونمشيه. متى تبدأ العملية التوعوية؟ إن شاء الله دبي أفريل نبدأ فيها، وفما خطة كبيرة. لكن قبل ما نحطوا الخطة بالشكل الكامل باش تكون لنا لقاءات تشاور مع الأحزاب ومعكم أنتم كمجتمع مدني وحتى الإعلام والصحافة، فماشي حاجة جديدة نجم نعملها. احنا باش نهبطوا بالثقل نتاعنا المرة هذية في الديجيتال، انستغرام وتويتر واحد، فماشي ما نستقطبوا الشباب. ايفيكتيفمون المشكله في الشباب عندنا، راهو نسبه كبيره من الاولاد اللي من 18 سنه ل 23 سنه يا خويا عاونونا. الشباب راهو فما صعوبه في عندنا اليوم افكار جديده. لا هاش باش نعملوا احنا، باش نعطيوكم التنقلات نتاع الفرق نتاعنا كل اوبريالابل. مجتمع مدني واحزاب سياسيه تنجموا تخدموا على رواحكم وتبداوا تعرفوا انه في البلاصه الفلانيه فما توت اون ايكيب موجوده بالذمه. في الكامبوس يونيفرسيتير من نهار كذا لكذا فما كورتيج كامله نتاع اعوان تسجيل باش تكون موجوده. دونك هذا يعطي فرصه انه احنا السنه باش نمشيو برشا للكليات وللمعاهد، وبالكش نخلطوا نعملوا 100% منهم. هذا ممكن يخلي وانه نسبه الشباب تطلع اكثر. مره اخرى نعاود ونقول اكبر اعتماد مالي باش تعملوا الهيئه من 2011 لليوم في مرحله التسجيل هو الاعتماد المالي اللي باش يصير في الفتره هذه. اول مره الهيئه تجند على التيران 3000 عام تسجيل. هنا حاضرين
ماذا بينا تكونوا معنا حاضرين. علاش نقصنا 3 أسابيع وما هيش لو 27 أكتوبر؟ أنا ريت في وسائل الإعلام الناس كل تحكي على 27 أكتوبر. ما نعرفش كيفاش خرج التاريخ هذا. أي هم موش أبش نقول لكم. علاش هبطنا بثلاثة أسابيع؟ حبينا أنه ليكون أنه الحملة الانتخابية نتاع التشريعية ما يتمش استعمالها للرئاسية. شو معناتها؟ التداخل ما بين المسارات. اليوم نعملوا في حملة تشريعية ويكونوا صي المترشحين للرئاسية معروفين، فتولي فما تداخل في الحملة. هي حملة تشريعية ومن وراءها فما واحد مترشح للانتخابات الرئاسية يعمل في حملة ديجيزي. حبينا نبعدوا على المعطى هذا. المعطى الثاني اللي حبينا نبعدوا عليه هو أنه ما نتجاوزوش المدة النيابية. كنت بكري أشرت وأنه كنا ما نحسبوش، كنا العطل داخلة في الأجيال، توا العطل ما عادش داخلة في الأجيال. واحد، القانون تاع 2017 زاد 5 أيام في باب النزاعات. دونك باش تجي تاخذ أنت تاريخ تاخذه من الرئاسية الثانية، تعمل حسابك رئاسية ثانية وقتاش باش تكون، باش ما تفوتش المدة النيابية نتاع رئيس الجمهورية، وتعمل بروجيكسيون بتاعك على التشريعية. بالطريقة هذه ما تنجم تلقى إلا لو 6 أكتوبر و برا عندك كلمة. أي. لا المشكلة، شوف المشكلة الكبيرة هو أنه لو 31 دوز السيد رئيس الجمهورية الحالي أدى اليمين تاعه لو 31 دوز لو 1 جانفي 2020 ما يلزمش يكون فما فترة فراغ. فباش نجمو نخلطوا الهدايا، باش نجمو نخلطوا الهدايا، يلزمك تعمل التشريع الرئاسية نتاعك لو 10/11 باش دون توت لي كا الرئاسية الثانية تكون لو 29 ديسمبر. دونك بعدها بنهارين يتم الإعلان عن النتائج وتكون المدة النيابية تم احترامها. في عكس في أي صورة أخرى باش نكونوا خارجين من المدة. هذا علاش قلنا بكري علاش ما تشاورناش مع الأحزاب السياسية، على خاطر فما كان فرضية واحدة لو 6 أكتوبر تشريعية، لو 10 نوفمبر وتم بعد كي تقاول الوحدة بين يديكم الروزنامة تتروى أنه ما فما حتى سيناريو آخر ممكن. به دونك يظهر لي هكا جيت على كل الأسئلة. إذا كان فما إضافة من الزملاء وإلا أنت أشرت النقطة حلوة، تقول لي توا التسجيل عن بعد هاو ممكن في الخارج، التسجيل داخل عليه ما تعملوهش، سورتو إذا كان المواطن باش يسجل حسب بطاقة تعريف. أنا مثلا باش نسجل بالأدريس نتاعي في البطاقة تعريف سهل، المشكلة قانونية. وهذه باش نعطيوها مقترح احنا ان شاء الله في المجلس النواب الشعب انه يعدل النص. القانون يقول لك ويمكن تسجيل تونسيين بالخارج عن بعد، ونحى نساء هذيا من التونسيين في الداخل، على اعتبار وانه يقول لك فما العنوان الفعلي، دونك اثبات بالوثائق وغيرها. لكن اذا كانوا في البطاقة تعريف عنوانه صحيح، هو السوفي يدخل عن بعد، انا باش تخرج لي قاعدة البيانات نتاعو بالعنوان الموجود بطاقة تعريف نجم نسجله، كانت ممكنة. لكن المشكل وأنه القانون منحها بالنص، سمح بالقانون التنقيح تاع 2017 اسمح بالتسجيل عن بعد بالنسبة للتونسيين بالخارج وما سمحش به في الداخل. هذا باش يكون من أولى مقترحات الهيئة لتعديل القانون الانتخابي، أنه نوليو نسمحوا بتسجيل التونسيين بالداخل عن بعد في الحد الأدنى نتاعه والسقف الأدنى اللي يبدأ بطاقة العنوان نتاعه في بطاقة تعريف متطابق مع الأدريس. بالنسبة للعنف السياسي ضد المرأة، وأنت أشرت لمسألة الصور اللي ماهيش موجودة، والله المشكلة أعمق من هكا. احنا تفاعلنا معها ورفضنا بيانات ما فيهاش صور نتاع نساء. من بين الطرق اللي تم استعمالها هو أنه يحط لك صورة نتاع امرأة ما عندها حتى علاقة بالاسم اللي موجود. قولك أوكي أنا في منطقة ريفية وإلا في ولاية ولا في كذا، النساء اللي عندي مترشحين ما يحبوش تصورهم تتعلق في الحيط. أنت كهيئة ضغطت عليا قلت لي لا راهو هذايا ما يمشيش مع الحريات وغيرها وبالنسبة للشفافية والنزاهة. من بين الطرق اللي ولاو يعملوا فيهم يجي يحط لك تصويرة نانسي عجرم. الاسم يقول لك به أي شيء المخالفة باش تعمل هيك.
قل لك اوكي بالنسبه لي انا فوالا هاي تصويره المراه يعطيك اي ليه هذه مشكله. انا احنا البيانات اللي يتم نشرها ناشروا عليها من حيث المحتوى مش من حيث التطابق بين الصوره والاسم. اذا كان باش نمشيوا الابعد من هكا يلزم تعديل تشريعي، يلزم النص القانوني اللي نخدموا به احنا ينص على انه من الضروري وضع الصوره المتطابقه مع الاسم في البيانات الانتخابيه. دونك ما عندناش نص قانوني يفرض هذا ما تنجمش تعمله. يحط لك اي تصويره يحب عليها هو كما يحطش احنا نقولوا له لا راهو، اما من بعد ولاو يجيبوا لنا تصاور اللي يجي ويحطها ويقول لك هذيك هي. انت عندك كيما البلديه عندنا فيهم تقريبا 54 الف مترشح اشترى نتاعهم نساء، باش نولي نعمل ايكيب اخرى في الليزي قاعده تثبت هل انه التصاور اللي قاعده تتعلق في الحيط تتطابق وهذا تعرف شي طلب ارجع للبطاقه تعريف وثبت في التصويره نتاع الترشحات. هذا يلزم عمل تشريعي، هذا يلزم عمل تشريعي. بالنسبه للعنف السياسي ضد المراه عندك ما تقول فيه مدام حسنه هذا؟ مدام تراكي انا هنا نحب نشير وانه التطبيق نتاع التوصيات والاخذ بها وتفعيلها في الواقع، لانه انتم نعرف اللي يهمكم هو التفعيل في الواقع، لانه التنصيص التشريعي صار ولكن اليوم يلزمنا احنا نطبقوه على ارض الواقع. هذاك علاش احنا راهو باش يكون عندنا لقاءات تشاوريه مع المجتمع المدني ومع الاحزاب السياسيه ايضا لمراحل الانتخابات الكل، وكيفاش الاشياء والتوصيات هذوما نجم نفعلوهم باكثر نجاعه. هذايا اللقاء هذايا هو لقاء باش اعلنا على الرزنامه، ولكن ايضا باش اعلنا على انه المسار انطلق، وانه توا باش نبداو في اللقاءات التقنيه نتاعنا اللي على اساسها هي نحطوا كيفاش ناخذوا التوصيات هذوك نحطوهم في الادله، كيفاش نكونوا، كيفاش نعملوا انه يصيروا الاعوان نتاع المكاتب الاقتراع والا نتاع مراقبه الحمله والا غيره ياخذوا بالتوصيات هذه ويطبقوها على ارض الواقع. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. انا نجاة عباسي عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري. ثم تساؤل نحب سينابيل مشكور كان يحكي نقطة سيرتو حكي على الشفافية والنزاهة، هل هذا يتطبق على القائمات المستقلة؟ وخاصة كي نرجع الانتخابات البلدية نعرف أن القائمات المستقلة هي في ظاهرها مستقلة وفي باطنها غير مستقلة. ماذا بيتنا كهيئة توضحونا نقطة هذه وشكرا. شكرا. سينابيل انا باش نتكلم الحق فرشيشي رئيس جمعيه التاهيل والانصاف وعضو المكتب التنفيذي لمرصد شهد. انا باش نتكلم على التجربه اللي من ماي 2014 وانا في ولايه بن عروس نعمل في حمله تحسيس تسجيل الناخبين مع تسال في معناتها في ولايه بن عروس، وهذه باش نحكيك على تجربه. احنا الناس كل يحكوا على 3 ملايين ماهمش مسجلين، انا نقول لك عندك 3 ملايين ماهمش مسجلين وعندك 2 ملايين ما مشاوش وتاو. دونك احنا عندنا انا باش نخمم باش نخدم على 5. انا هاو لاحظت في موضوع عدم التسجيل فما حاجتين، وهذه مضبيه انتم كهيئه يقتقروا لها بحسابها، رايي هي اعتبرها انا كارثيه، وهي موضوع البلاتوات اثناء التسجيل، يعني السياسه الاعلاميه اثناء حملات التسجيل، حيث هرسلت السياسه والانتخابات وزرع ثقافه عدم الثقه في السياسه وفي الانتخابات. هذا مش مطلوب، يعني مطلوب على الاقل تحطوه انتم اون كونسيديراسيون كيما نقولوه، راهي هذه موجوده وانا نحكي من تجربه. حاجه اخرى ممكن ناس تشارها بسيطه، لكن احنا بحكم تجربه ندور في السوق نلم 3-4 ساعة 10 ساعة بعد ما نلمهم ونجيبهم للخيمه نتاع الليزي باش يسجلوا يطلعوا بلاش بطاقات تعريف، ماهمش يتنقل عندهم بطاقه تعريف، لكن اغلبيه المواطنين التوانسه معناتها يسيركيلوا في السوق وفي المغازات بلاش بطاقه تعريف، هذه تنبه عليها. شكرا. هذاك هو. شكرا شكرا. اذا ليلى الشرابي من عتيد. بلي فيما يخص الهيئات الفرعيه، احنا ماذا بينا لو كان الهيئات الفرعيه يكون فما قرار من سيادتهم فيما يخص كيفيه التركيبه نتاعهم، واللي تكون التركيبه نتاعهم على مثال التركيبه نتاع الهيئه اعضاء الهيئه، الشروط تكون واضحه، للاسف احنا مش واضحه لانه القانون ما يضبطهاش،
وبقرار منكم تنجموا تنظموا. ماذا بينا زاد القائمات تخرج قبل الوقت باش في الإبان باش المجتمع المدني احنا نجموا نراقبوهم ونبدوكم وكان فما الناس تشكوا فيهم ولا شيء باش يتم تعويضهم في الإبان مش في اخر وقت. هذايا قرار يلزم يخرج في من الطلبات اللي احنا ناكدوا عليها. وشكرا. شكرا مدام ليلى. بالنسبه لل يظهر لي هذه اخر تساؤلات به الشفافيه والنزاهه. مدام نجاة العباسي قائمات مستقله في بنات في باطنها حزبيه. والله انا لهنا نحب نشير ساعه وانه الشفافيه والنزاهه نحاول باش نحاولوا نبداو بها احنا كهيئه. شو معناتها احنا كهيئه؟ اذا كان احنا كهيئه نجموا نشجعوا الناس انها تسجل ونشجعوا الناس انها تصوت، يلزمهم اول حاجه ساعه ياخذوا ثقه فينا. واحنا اليوم حبيناه لقاء مفتوح وحبينا كل الاسئله تطرح وما عندنا حرج باش نجاوبوا على حتى سؤال، معناتها الاسئله كل باش نجاوبوا عليها وماشيين في هذا. وكان لاحظتوا انا نتصور جماعة انه الاحزاب السياسيه والمجتمع المدني وحتى الاعلام قاعد يتبع في السيت ويب نتاع الهيئه ويظهر لي كل المحاضر نتاعنا موجوده عدا المحاضر نتاع اليوم، كلها منشوره حينيا تقريبا في 48 ساعه يتم نشر محضر الجلسه نتاع الهيئه. فبالتالي باش نبداو بربحنا احنا الساعه كشفافيه. مساله الاحزاب القائمات المستقله اللي ترشحت وفي باطنها حزبيه، انا نقول لكم هذا داخل في قانون اللعبه، ما يمنعوش القانون هذا. انتم لهنا ميزوا، شوف ما نجموش نعقدوا على الناس اكثر من لازم. نعطيكم المثال اللي صار في الانتخابات البلديه. في الانتخابات البلديه تونس عملت اول تجربه نتاع تناصف افقي وعمودي، معناتها الحزب اللي يترشح في 350 بلديه يلزم عنده 175 قائمه فيها رجال راس القائمه و175 راس القائمه نتاعهم نساء. مش الاحزاب الكل نجحوا في العمليه هذه، حتى لو كان نجحوا سور لو بلون لوجيستيك ووفروا العدد الكافي من النساء فانهم يجمعوها بعمليه رياضيه ويتبعوا في كل دائره قداش من قائمه واحد، مش الكلهم نجحوا. فشنو اللي كان مطروح عليهم؟ انه القائمه اللي تكون حزبيه باش ما تيحش يردها مستقله. معناتها مش كان القائمات المستقله دخلت متخفيه وراء الوان حزبيه، لا، فما قائمات حزبيه معلنه حزبيه ودخلت للهيئه على اساس انها حزبيه. كي قاو رواحهم في اشكاليه التناسف الافقي مشاو لاعتبارها قائمه مستقله، والقانون لا يمنع هذا. فبالتالي زاد نكونوا واضحين، رانا لو كان نسكروا ياسر في كل شيء حتى الحياه السياسيه باش تولي صعيبه. احنا في تونس رانا في الحملات مثلا في الحملات الانتخابيه تقريبا نمنعوا كل شيء. التظاهرات راهو اكثر من لازم ممنوع. الاشهار السياسي ممنوع لكن الاشهار السياسي ممنوع لكن الدعايه السياسيه مسموح بها. شوف احنا مازلنا خارجين من 2011 عندنا الخلفيه نتاع الخوف من عوده الاحزاب القديمه. الخوف من عوده المال الفاسد اللي نجم يتشكل. لكن راهو الخوف هذا يلزم يكون له حدود. اذا كان ماشيين في مسار ديمقراطي الحريه يلزم زاد يكون عندها معنى. عندنا برشا قيود في الحمله الانتخابيه واحنا كهيئه مطالبين باحترامها ما دام النص ما تغيرش. كيما زاد فما حاجات يسمح بها القانون اللي هي تنجم تكون قائمه حزبيه لكنها متخفيه تحت قائمه مستقله، يسمح بها القانون وما نجموش احنا نسقط قائمه مستقله لوجود رائحه حزبيه فيها. هذا بالنسبه للانتخابات البلديه. بالنسبه ل 3000 3 ملايين مش مسجلين وفما زوز ملايين ما انتخبوش، هذه مسؤوليتنا الكل. تقول لي انت فما هرسله سياسيه في البلاتو فل وفل وفل، نقول لك قد يكون لكن بالتجربه احنا راهو عندنا وانه بالتجربه زاد عندنا وسائل اعلام تنخرط معنا بصوره اليه وبدون مقابل على راسهم التلفزه الوطنيه وباقي التلفزات بدون استثناء، وزاد ايضا الراديو وغيرها راهم مع الهيئه العليا المستقله للانتخابات، وهذه فرصه ان نعطيو للناس حقهم. راهم ينخرطوا معنا ويبثونا الومضات الاشهاريه نتاعنا مجانا. احنا صحيح نعملوا ميديا بلانينغ والميديا بلانينغ هذايا يكون بمبالغ كبيره وغيرها وكذا، لكن تقريبا كل التلفزيونات في تونس وعلى راسهم التلفزه الوطنيه راهم ينخرطوا معنا بصوره اليه
في عملية التوعية اللي يقوموا بها خلال الحملات الكل. 3 ملايين ما همش مسجلين وتقول لي 2 ملايين ما همش مصوتين ولا 5 ملايين مسؤوليتنا الكل. احنا كهيئة باش نحطوا كل شيء للتسجيل. وانتم حطوا معنا كل شيء للتسجيل، لكن انا نقول الحمل اللي يتيح اكثر في الاقتراع على الاحزاب السياسية. الاحزاب السياسية يلزمها تلعب دور باش تنجم تخلي العدد الاكبر من التوانسة يمشي ويقترعوا. انتم اللي داخلين للمعترك السياسي، احنا باش نحلو لكم المجالات. ويا خويا مرحبا بكم. الاحزاب السياسيه كلها مرحب بها في الهيئه، اخدموا يا خويا. بالعكس راهو كل ما تخدم الاحزاب السياسيه راهو كل ما فما استقرار سياسي من بعد. احنا نقولوا للاحزاب السياسيه فازي اعملوا يا خويا التحسيس اللازم، وباش تلقاونا موجودين معاكم باش نسجلوا العباد، على خاطر اللي تعملوه انتم الكل راهم بعد يصب في مصلحه البلاد. وشكرا لكم، وان شاء الله ما كناش طولنا عليكم ونقعدوا بتواصل، باش يكون عندنا اجتماعات دوريه ان شاء الله. شكرا.